طبعا يعني شهر الفرحه والبهجه وانتم عارفين ده المارثون الدرامي لل... طبعا للدراما المصريه او صناعه الدراما بشكل كبير. الشركه المتحده الحقيقه حرصت طول الوقت على التنوع انها تقدم موضوعات بتهمنا يعني مشاهد التلفزيون بيبقى عايز حاجه شبهه شبه حياته تناقش تطرح تعالج موضوعات وده اللي حاصل في التنوع الدرامي. سريعا جدا هنروح معاكم لكل المسلسلات وده من خلال ضيفي الناقد الفني اليوم السابع الاستاذ علي القشوطي مساء الخير مساء النور اهلا يعني الحقيقه احنا امام يعني منافسه دراميه حلوه ولكن انا كمشاهد مستفيد صحيح انا عايز ابدا معاك كده من الكوميديا الكوميديا اللي هي الحاجه اللي بتمتع الناس يعني هنروح فين السنه دي والله يا السنه دي في تنوع كبير على مستوى الكوميديا يعني طبعا الكوميديا الصرف او الصريحه احمد مكي في الجزء السابع من الكبير قوي طبعا بيكمل كمان النجاح بيكمل النجاح دي حقيقه بنشوف كمان مدام يسرا عامله الف حمد لله على السلامه كوميدي بشكل مختلف وبطريقه ثانيه عشان تانية. هي نجحت السنه اللي في الاداء الكوميدي ده بقى احلام سعيده اه وحقيقه انا مبسوط بذكائها ان هي بتخطي او بتروح لاماكن كانت بعيده عنها يعني بتجدد بشكل كبير وكمان بتستفاد من نجوميه ونجاح الكوميديانات او الممثلين اللي حواليها طبع. بتاخد من روحهم بتاخد وهم كمان بياخدوا من خبراتهم صحيح السفاره برضو عمل كوميدي لطيف جدا أكيد. احمد امين انا بحترم ذكائه في اختياراته طبعا في كذا حاجه صراحه حلوه على مستوى الكوميدي يعني. اكيد طيب خلينا بقى نروح نقول دلوقتي احنا لما نعمل تنوع يعني انا شايفه انه يعني كان في قعدة كده للتنوع قبل ما نبدا الموسم الدرامي وطلعنا منها بعدد من الموضوعات اللي هتفرق كتير عند المشاهدين ان هم صحيح. يستمتعوا بيها فبتروح فين للاعمال دي؟ أنا مبسوط جدا بصراحة بإن كل مش عايز سلبيات بس كل التعليقات اللي إحنا كان النقاد أو حتى الصحفيين بيشيروا ليها الشركة المتحدة استفادت منها بشكل كبير زي فيها. إيه مثلا؟ كانت زي كنت فكرة تعالى. اللي هو 30 حلقة أوه. فبالتالي بتلاقي الوجبة دسمة قوي على الجمهور خصوصا الجمهور وقته ضيق في رمضان فلقينا ان هو بقى فيه مجموعه مسلسلات 15 حلقه في مسلسل 10 حلقات في مسلسل 20 حلقه خلينا نقول ايه ال 15 وايه ال 20 وايه ال 10 ودي فرصه حلوه انه هي بتقدم كل التنوع ده حقيقي في الكتيبه 101 ده 20 حلقه وهي طبعا. وهنكمل عمل مع عمل وطني عمل وطني بينتمي لفكره الاعمال التوعويه او طبعا. اللي بتبث الوعي عند الناس بعد كده هنكمل مع مسلسل حرب هيبقى في 10 حلقات في السقر. نهايه رمضان احمد سقه ومحمد فراج في السفارة 15 حلقة في علاقة مشروع 15 حلقة في جات سليمة 15 حلقة تحت الوصاية 15 حلقة الحقيقة كل ما كان عدد الحلقات قليل والقضية مهمة ومكثفة كل انت ما حطيت ما تستمتعي اكتر وتقدري تحطي في خريطه مع كل واحد دلوقتي من الجمهور اللي بيحب الدراما بيحط خريطه ليه فيقول هتفرج على المسلسل ده 30 حلقه وكمل 15 و15 وحاجات ممكن ناجلها رمضان صح فيبقى الرمضوع. عنده موضوعات فيبقى كتير عنده موضوعات كتير يقدر يتابعها وي... ويشوف انا هستاذنك كده نمشي زي ما انتم بتمشي في الصحافه اسئله سريعه عشان ناخد كل الاراء اللي هتهم الناس انا آه يعني انا كده كمشاهد عايزه اعرف مثلا من البدايه الاول مين اللي عامل تريندنج او مين اللي عامل ترند من الافيشات من التتر من الاسماء مين المسلسلات اللي عامله ترند والله في حاجات كتير يعني وترندات بقت على مستوى راقي زي يعني مثلا النهارده الترند مع احمد مكي مثلا اه احمد مكي دايما بيخطف الجمهور بافيهاته وبالمواقف الكوميديه اللي طبع. بيقدمها ان هو هيتجوز على رحمه بس الحمد لله طلع حلم يعني في الاخر محبي تمام. مربوحه ده انت سايب اول ترند عمله احمد مكي ده اول ترند طبعا هو حتى كمان لما استخدم الفنانه الاستعراضيه لورديانا قدمها بشكل شيك ولطيف ما فيهوش ابتذال وقدر ان هو يخطف الجمهور آه هنلاقي برضو آه مسلسل آه رسالة الإمام رغم أنه مسلسل فيه عمق وفيه رسالة مهمة ومسلسل تاريخي لكن هو خاطف الناس برضو مش بترند بقى آه سطحي أو بسيط لا بترند حقيقي أن الناس عايزة مم. تعرف أكتر عن الإمام الشافعي آه كدرات حقيقة يعني بداية المسلسل خاطفة جدا فرصة،, فرصة فرصة للناس حلوة كمان جداً. اللي ما عندوش وقت يقرا وده انا يمكن قلته في البدايه ان هم يروحوا يعني يتعمقوا اكتر ويبقى فرصه الدراما كمان هتبقى يعني تقدر تقدم تفاصيل كتيره صحيح عايزة. هو عوده للدراما طيب. كمان التاريخيه والدينيه هل انا اقدر اديك عناوين كده وتقول لي هل انا اقدر اقول ان الدراما المصريه هذا العام دراما تجولت في كل محافظات مصر؟ ده, ده امر لافت جدا جدا كنت حابة اتكلم فيه ان احنا انا بصراحه من الحلقات الاولى اللي شفتها شفت قد ايه مصر جميله جدا جدا فوق ما كل الناس تتخيل اكيد الصوره المتصدره للناس ان ان مصر اهرامات الاقصر اسوان اسكندريه أوه. لكن احنا شفنا مثلا وسط البلد النهارده في مسلسل يسرا كان انت بتشوفي حاجه انت عمرك في أوروبا. ما شفتيها انك في يعني اوروبا واكتر انا يمكن سؤالي طبعا انا معاك بتفق جدا انه مصر جميله ومحافظات بس انا بتكلم محافظات مصر من حيث المحتوى أوه. يعني انا شايفه انه في أعمال مقدمة صعيد مصر في أعمال مقدمة م. عن الريف صحيح. أعمال يعني بنعود تاني إلى قلب والعمق المصري ده شوفي رسالة الإمام جزء منه متصور في سينا فإحنا أنا شفت النهاردة صحراء سينا بجمال وبطبيعة شكل القوافل وهي ماشية الكادرات رهيبة م. عملة نادرة إنا شفنا إنا بشكل رائع كمان في اكتر من مسلسل هتلاقي فيه في دمياط مشاهد موجوده كتير في تحت الوصايه هتلاقي فيه مشاهد كتير للقاهره بشكل مختلف بتشوفيها طب يبقى احنا كده بنتفق انه خليني اقول انه المناظر عملت تريندنج صحيح ده من التريندينج طيب مم. انا هنتفرج شويه على بعض المناظر دي سر البيت بص الصوره عامله ازاي يعني طبعا الرائع طبعا مدير التصوير الرائع سامح سليم عامل صوره انا بتالي الصوره دي ممكن مثلا تبقى في متحف يعني كدر كدر كده صوره بديعه اضاءه طبعا دي مجاميع لانه سر البتع عمل كبير الحقيقه وطبعا فكره ان التلفزيون السنه دي يقدم يعود للاعمال الادبيه قصه الاديب الكبير يوسف ادريس ده برضو مكسب كبير طبعا ده حقيقه هو لو هنتكلم عن سيرفر بيت على الحقيقه المخرج خالد يوسف مقدم عمل ضخم جدا مم. والجميل في المسلسل ان هو يعني عامل توازن ما بين الوقت المعاصر وفتره حمله الحملة الفرنسيه مم. احنا بنشوف الحقيقه في الجزء اللي فيه الحمله الفرنسيه بنشوف جمال فظيع أنا عجبني في المسلسل طبعا أنه القصة للأديب الكبير وهي عبارة عن صفحتين بس أنا عجبني فكرة الروح الوطنية فكرة الفلاح البسيط اللي هم افتكروا أنه هو معمول له إمام وهو مين وفي الآخر راجل وطني بدفع عن بلده ويقف دي فكرة حلوة يعني فكرة حلوة أصلا بس يعني في سر والبيت هتكشف تفاصيل كتير طيب هرجع يعني. تاني وأقول لك هل أنت سعيد أيضا أنه إحنا بندخل لعمق الصعيد من جديد وبنناقش قضايا مهمة يعني عندنا كذا مسلسل في الصعيد وكذا مسلسل في قضايا ريفيه يعني مثلا كلمنا برضو عنها شوفي مميز جدا السنه دي فكره قضايا النساء او قضايا المراه اللي بتناضل فيها عن حقوق ولادها وعن حقوقها هي شخصيا يعني مثلا عمله نادره احنا هنشوف قصه صراع على ميراث <applause> وقد ايه الام بعد فقدان الاب بتحاول تدافع عن نفسها وعن ابنها وعن ميراثه وعن تواجدها في الحياه لان هو للاسف عندنا مجموعه مشاكل متعلقه بالميراث متاصله صحيح. في الداخل يعني في الصعيد تحديدا في مشاكل كتير ليها علاقه بال... البنت مش بيورثوا البنت و... و... وحتى في فكره صراعات كتير حوالين الميراث ناتجه عن فكره القرارات اللي ممكن تكون ملهاش مناقشه هنا اقدر اقول أن الدراما هنا عندها يعني وعي كبير جدا ان احنا ننتج موضوعات هي مشاكل الناس لب الحياة طول مشاكل موجودة في البيوت وفي الأسر وفي المجتمع هنا دي نقدر نقول ده مكسب رقم واحد يعني ده مكسب رقم واحد والحقيقة إن إحنا يعني محققين في ده نجاح كبير من من حتى من السلمة مدام فتان حمامة قدرت تغير في قوانين في أفلام كتير حركة الرأي العام نيل كريم السنة اللي فاتت حركة الرأي العام بشكل كبير صحيح. بسبب القضية أعتقد طيب عندنا كمان عشان نكمل ده... ده حضرة العمدة وتحت الوصاية في حضره العمده وفي تحت الوصايه وبرده دي قضايا نسائيه فكره ان امرأة تبقى هي العمده وهي اللي بتتحكم في مصير الرجال من تحتها او بتديرهم او بتسهلهم حياتهم وهي اللي بتقود دي فكره برده لازم نناقشها بشكل كبير وهي بقت موجوده حقيقه واقعة عندنا والمرأة بقت حضره كل العمده في كل الحاجات الحقيقي. وزيرة قضيه رئيسه مدينه وغيرهم من الحاجات دي فدي مشاكل مهمه جدا احنا نناقشها علشان تبدا الناس تشوف او تعرف ان هو من حق يعني اللي اتحط او اللي يقعد على الكرسي ويدير بني ادم سواء امراه او رجل أيوة هو خلق راي عام بشكل كبير علشان نقدر يعني تخيل احنا من ايام الاديب الكبير عبد الحميد جوده السحار لما عمل مراتي مدير عام واحنا لسه بنناقش نفس الموضوعات سنه 60 واحنا بنتكلم نفس الموضوع, في يعني نفس بنفس الموضوع بنفس الحكايه طيب انا عايزه برضو اروح لحاجه انا شايفاها جميله جدا نجاح ياسر جلال بانه يرجع للاعمال الاجتماعيه ويرجع يقدم موضوع تاني وهو بيقدم موضوع اجتماعي واحنا شايفين الصوره الزواج التاني برضو ده موجود في المجتمع موجود في المجتمع وهو كمان بيقدم موضوع زواج التاني من خلال مؤامرة يعني بيحصل بلوف كده من صديقة مراته تفاصيل أعتقد أن هتلاقيها في وسط أصحابك في وسط أصحابي في وسط قرايبك في وسط ناس تعرفيهم في محيط عملك مشاكل كتير بتبقى حاصلة وللأسف مش بيبقى عليها سبوت بشكل كبير يعني فكرة أن واحدة تخطف زوج واحدة تانية وتبقى صديقتها احنا شفنا على السوشيال ميديا ترندات كتير بهذا الشكل فده واقع موجود وملموس كل القضايا يتحط عليها سبوت بشكل كبير عشان حتى نوعي الازواج ما يقعوش في نفس الفخ صح. او الزوجات ما تقعش في نفس الفخ الحقيقه الحاجات دي كلها بتحرك الراي العام وبتاثر, وبتأثر وبتوعي في نفس الوقت بقى وكان طارق لطفي بيرد على كل قضايا المراه وياخذ يعني جانب الرجال في مذكرات زوج مذكرات مذكرات زوج هي طبعا ده ذكاء كمان ذكاء طبعا وان هو يقدم المسلسل في 15 حلقه انت عارفه مش بالسهل على الفنان لما بيكون بيقوم ببطولة عمل 30 حلقة ان هو يقدم 15 لان لسه بعض الناس بتبص على ال 15 حلقة على ان هو اقل درجة مع انه بالعكس يمكن انجح اعمالنا على مستوى الدراما كانت ما كانتش 30 حلقة كانت اقل من كده بكتير صحيح. وكان في 8 حلقات و7 حلقات وحاجات زي كده فهو وكانه بيوازن يعني بيجيب الوجهتين للنظر وإعادة تقديم كمان فكرة مذكرات زوج مرة تانية يعني بشكل عصري بقى ده ذكاء برضه إن هو اللي هو زي برضه ما هو الراجل عنده برضه رؤية ونسمعه ونشوف وعنده مشاكله كتير يمكن ودي حقيقة في المجتمع يعني. يعني بشكل كبير رغم في تريو بقى يعني. في تريو حلو جدا م. أمير قرارة مايعز عز الدين وفتحي عبد الوهاب والكانتو سوق الكانتو فسوق الكانتو برضو خروج أمير كرارة من الدائرة البوليسية والاختيار وكده إلى الأعمال الاجتماعية أنت شايفها إزاي هي مو هتبقى مغامرة نقلة لازم يبذل فيها مجهود ولا هتعمل إيه والله انا شايفها نقله للثلاثي بصراحه مم. وهو عمل يعني من حتى من البوسترات بتاعته من الصور اللي طلعت من الكواليس في مجهود جبار وفي حجم انتاج ضخم جدا وبنشوف برضو مصر بشكل مختلف بازياء مختلفه خلينا طيب ناخد عنوان النهارده نقول مصر جميله ده نمره واحد من اول الـ 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 يعني المشاهد الاولى صحيح يعني خلينا نقول جمال مصر ده عنوان, عنوان. في الدراما جمال صحيح. مصر في الدراما صحيح. العنوان الثاني ايه احلى الافيشات اللي عجبتك يعني والله انا عجبني سوق الكانتو رغم الافيش رغم التعليقات اللي عليه لان يعني حقيقه ملهاش محل من الاعراب زي ما بيقولوا تترات عوده الكبار عوده الكبار و... يعني محمد منير عامل تتر سر البتع شيء بديع وعامل كمان تتر تاني وعامل كمان تتر تاني حضره محمد الحلو عامل تتر محمد الحلو ليالي الحلميه تعود لنا ومحمد صالح ايه؟ يعني نقول برضه يعني نكتب عنوان تاني جمال مصر عوده الكبار في التترات حنان ماضي كمان بتعود كذا حد صراحه بيعود مره تانيه ومقدمين حاجات رائعه صراحه المخرجين من م. تنتظر عمله؟ والله هو من المسلسلات اللي انا شفتها حاليا طبعا ما قدرتش اشوف كل الاعمال لكن انا شايف المسلسل سر طبعا خالد يوسف عامل مجهود كبير جدا واضافه لوجوده في عالم الدراما بعد نجاحاته في السينما مسلسل رساله الامام حلو مم. ولسه جدا ولسه في اعمال تانية برضو هنشوف ومن تحت الوصايه كمان احنا شفنا من البرومو حاجه مبشره جدا صراحه يعني محمد شكر واضح ان هو عامل مجهود كبير هل اقدر اخد عنوان واقول المتحده تنافس بانتاج قوي طبعا تنافس بانتاج قوي طبعا انتاج قوي ومحترم طب الممثلين من النجوم اللي انت شايف ان هم ممكن يعني يبقوا متصدرين يعملوا مفاجات والله انا بالنسبه لي نيلي كريم من من اهم المفاجات لان انا اول ما عرفت انها تقدم صعيدي لاول مره انا كنت متخوف شويه بس مم. اول لان نيلي ملامحها يعني أ... اوروبيه اوروبيه اكتر ولكن النهارده مع اول مشهد شفتها فيه ايوه ما الملامح الاوروبيه مصريين احنا ملناش تلبست مل... الشخصيات دعوه بملامحنا <applause> لكن المصري مصري يعني صحيح وهي متقنه جدا للهجة ال مين مين المؤلف اللي منتظر يطلع منه حاجه برضو مختلفه تشدنا يعني والله انا منتظر عندنا مؤلفين الحقيقه عندنا مؤلفين, مؤلفين كتير يعني لو بنعمل ماراثون في البدايه يعني مين منتظرين مين لا اسماء كتير اسماء كتير صراحه ومش عايز أظلم لحد بس يعني الحاجات اللي انا الحلقات اللي انا شفتها كلها قصص يعني متميزه وبيحطوا ايديهم على قضايا لازم كانت تتناقش سواء قضايا الميراث قضايا العموديه بالنسبه للمراه حتى رحلات الكفاح مثلا في في ضرب نار حاجات كتير الحقيقه متميزه يعني ايوه ضرب نار برضه من الحاجات اللي فيها كوميديا طبعا ياسمين عبد العزيز لطيف. واحمد العوضي آه اكيد هل اقدر اقول عاملين كده اقول بانه يعني الانتاج المصري وصناعه الدراما في مصر بخير مع هذا التنوع ولا برضه كان ينقصها شيء؟ يعني انت كناقد انا شايفها بخير بقى لها فتره طويله صراحة مم. يعني كل الحملات اللي بتطلع دي حملات ممنهجه وبتحاول تضرب الدراما وتشككنا في نفسنا وللاسف احنا عندنا بعض الناس عندهم سهل أنهم يشكوا في نفسهم وسهل ان هم ينظروا لنفسهم نظره تقزم ودي حاجه غريبه جدا بصراحه يعني لو هم عندهم وقت يقروا او وقت يتصفحوا الانترنت او يجيبوا كتب ويشوفوا لا هيعرفوا ان احنا متميزين لو انت مكان الدوله وبننتج كده مسلسلات ففي شق يقول اروح للترند والحاجات اللي تعمل ترندنج مش مهم تضر المشاهد وقاعد في بيته او تضر المجتمع او تاخد ظواهر مش موجوده اصلا ولكن تلاقي الجانب الثاني يقول لك لا انا عايز اعمل عمق واعمل وعي واخدم الناس واقدم حقائق شوف هقولك على حاجه التلفزيون لكن يعني ليه عشان انت هنا مش فيهاش تجاره بالزبط. انت لا تتاجر بالناس اول ما بتتحول المسلسلات لسلعه خلاص انت بتدوري على اللي بيشتري اغلى م. واللي بيشتري اكتر والسلع الرديئه بتتباع بشكل كبير في كل حته وبتكسب أكيد كتير اكيد وتفضل الدوله هي الوحيدة اللي هي قادره كمان يبقى عندها وعي انها تنتج لمواطنيها صحيح. وقتنا خلص للاسف وانت للأسف. عارف احنا في ماراثون <applause> اصلا درامي <applause> بشكرك جدا ان واكيد لينا وقفات ثانيه لما المسلسلات تدخل الناقد الفني الاستاذ علي القشوتي بشكرك شكرا جزيلا شكراً.